ما تيجوا مع بعض كده نشوف اكسرسايزز تمارين على الجزء اللي اخدناه. وعلى فكرة اللي ما سمعش ولا فيديو ولا محاضرة من اللي فاتوا في الشرح بتاع ساينس رابع جريد فور يقدر يسمع معايا الاسئلة وهيفهم الدرس تماما. بس ممكن نركز، انا عملت الاسئلة على هيئة وكأنها شرح، تمام؟ بقول لي فوكسز لوكس لايك. طبعا اللي حضر الشرح هيفتكر لما احنا قلنا الفوكسز لوك لايك بيشبه مين، فاكرين؟ ها ده ايه ده؟ ده دوج، يبقى على طول ادوج. هي دي جملة اخدناها والاجابة هي ادوج. وكان ممكن يجيب لي نفس السؤال فوكسز لوكس لايك ويجيب لي كده دوج كات تيرتل، يعني اسماء مختلفة، ونعمل تشوز اختياري. لكن لو قال لي كومبليت يبقى دوج. فوكسز ليف ان، هو الثعلب ده لما احنا شرحناه افكرك بالصور بيعيش فين؟ ادي الصور اهي. الصوره ديت اللي هي فين؟ اسمها ايه دي؟ جراسي اريا. جراسي اريا يعني ممكن يعيش في المناطق الخضراء اللي هي دي. ممكن يعيش فين دي؟ دي ديزرت. ممكن يعيش في الصحراء. ممكن يعيش فين كمان؟ فورستس. فورستس الغابات. وممكن يعيش فين؟ دي ماونتن. ماونتن اللي هي الايه؟ ها الجبال. ودي ايه بقى؟ الكولد اريا. ادي كان شرحناها. اللي فاهم الشرح هيقولي ليف ان جراسي اريا ديزرت فورستس ماونتن كولد اريا، ولازم حفظ الكلمات دي. وبعدين في حاجه تاني انا فكرتك اهي، جبت لك الصور نقولها تاني. اجرا ايه اهي كده، اول صوره اللي هي جراسي ايه اريا اهي، الصوره التانيه ديت اللي هي ايه؟ ها ديزرت. اللي بعدها دي ايه؟ شكل فورست، وبعدين ماونتن، وبعدين كولد اريا. يبقى ديت الفوكسز ليف ان، بيعيش فين؟ اوف ذا تايبس اوف فوكسز، يعني من انواع الفوكس. احنا خدنا الفوكس دوت في، خدنا منه احنا نوعين، في انواع كتيره بس خدنا نوعين. النوع الاولاني شايفين ده ايه؟ ده شكله ايه؟ قطبي، بيعيش في القطب، هو عليه وبر. وايه هنا ايه؟ هنقوله ايه؟ بص كده اهو، يبقى ايه؟ اكتك. اكتك اللي هو القطبي، اكتك فوكس. وفي كمان ايه؟ ريد، الثعلب الاحمر. وفي ريد فوكس، اكتك فوكس وفي ريد فوكس. دول النوعين اللي هم موجودين عندك في المنهج بتاعك. The behavior of foxes change and become، ايه بقى؟ بقول لك التصرف بتاع الفوكس هو تصرف بيتغير. become ايه؟ nervous. بس امتى بيبقى nervous؟ when they are attacked by ايه؟ ها فاكرين لما قلنا هو بيخاف من الولف الذئب، لان الذئب بيجري عليه وياكله، يبقى attacked by ايه؟ wolves. يبقى البيهيفير اوف فوكس، يبقى التصرف بتاعه بيصبح ايه؟ بيكام ايه؟ نيرفس. وين زي ار اتاكد باي، ذا بيهيفير اوف فوكس تشينج اند بيكام نيرفس وين زي ار اتاكد باي ايه؟ وولفز، بالذئاب. ذا فوكس بادي از كفرد ويز ايه؟ تو بروتكت فروم كولد. ده متغطى جسمه بايه؟ ها مغطى بايه؟ ويز ايه؟ فير. فير اللي هو الايه؟ فير اللي هو الفرو، ده عشان يحميه من الايه؟ كولد. ادي الاسئله بتاعه الايه؟ الفوكس، سهله وجميله. هل في اسئله تانية على الفوكس؟ نشوفها مع بعض. ان هوت ويزر، في الجو الحر، الفوكس هايدز، بيختفي. فاكرين الصوره دي؟ ها ده ايه ده؟ عامل جحر كده ومختبئ فيه. يبقى ان هوت ويزر، انا بفكرك الصوره دي جبناها لما شرحنا الدرس. فحاول تسمع الشرح، وحتى اللي ما سمعش الشرح يقدر يفهم الأسئلة. The fox hide in a deep burrow. deep burrow يعني أنفاق عميقة. in the mountain، فين؟ في الجبال. to escape from، to escape، escape يهرب من. heat of the a، شوفوا الشمس بتعمل ايه؟ حامية جدا. يبقى to escape from the heat of the high sun، من الشمس العالية. يبقى هو بيختفي فين؟ hide deep burrow، عشان يحتمي منين؟ يهرب من ايه؟ من هاي صن. فوكسز كوميونيكيت ويز ايتش اذر، الثعلب كوميونيكيت، بيتواصل مع بعضه بايه بقى؟ ساوندس، الاصوات. ولو رجعت للفيديو كنت جبت لك الفيديو اصوات الثعالب. سميلز اللي هو الايه؟ الشم. وايه كمان؟ اللي هو حركة الديل بقى، body language، tail movement، حركة الديل، يحرك ديله. يبقى ديت الساوند، سميلز، وبادي language او tail movement. example of communication smells includes the smell of a، يعني من ضمن مهارة الشم بتشمل smell of a، شم الايه؟ ها urine،
اليورين اللي هو البول، وايه كمان سلايفا. سلايفا هنا اللي هو يقصد بيه اللعاب، انا كنت ترجمتها في قلتها وانا في الترجمة في الشرح انها العرق، لا سلايفا اللي هو اللعاب. سلايفا اسمها ايه؟ سلايفا. Example of communication sounds are ايه بقى؟ طب الاصوات، فاكرين الاصوات؟ هو له ثلاث اصوات، جبنا اثنين هنا، باركينج النبح، هولينج باركينج، وهولينج اللي هو الايه؟ النباح والعواء. باركينج هولينج. كده تقريبا غطينا الايه؟ الفوكس. exercises بقى دي بقى على كامل، كامل اللي هو الجمل. the camel is called the ايه؟ هو بيسموه ايه؟ فاكرين لما قلنا ship of the desert، سفينة الصحراء. the camel is called the ship of the desert because it endures يعني ايه هنا؟ يتحمل hunger الجوع، thirst العطش، and walks ايه بقى distance، and walks great and long distance، بيمشي مسافات كبيرة. يبقى الجمل اسمه ايه بقى؟ ship of the desert. ليه بقى؟ because it endures يعني بيتحمل hunger الجوع، سرست العطش، and walk وبيمشي a great and long distance مسافات طويلة. one of the characteristic of the camel is، احد مميزات الجمل بتكون ايه فاكرين؟ patient، patient صبور، and not forgetting who bit it، هو بت ات يعني عمره ما ينسى اللي يضربه، بينتقم منه في يوم من الايام. يبقى من اهم الخصائص الكامله زي بقى بيشنت، بيشنت اند نوت فورجيتنج، وما بينساش، اند نوت ايه فورجيتنج. ذا بروميننت بارت اوف ذا كامل باك، يعني الجزء اللي شايفين الاعلى الخلف الاعلى ده هو اللي هو الجزء ده كده ماله. ان از كولد ذا ايه؟ هامب اللي هو السنام، هامب. The camel stores ايه in the hump. طب الهامب اللي هو ده المنطقة دي كده بيخزن فيها، ادي دي كده اللي هو ايه؟ هامب السنام. ايه اللي بيخزنه؟ ستور بيخزن ايه؟ فات او فاتي سبستانسز، فاتي سبستانسز المواد الايه؟ الدهنية. نكمل مع الجمل برضو. The camel the hump stores، هو الجمل في الهامب السنام بيخزن ايه؟ اهي ادي اهي الجزء ده الهم بيخزن ايه بقى؟ فات. اكمل زنوز، نوز اهي فاكرين النوز بتاع الجمل؟ ادي النوز اهو. هيلب ايه بقى؟ بيساعده في ايه بقى؟ كول هوت اير، الهواء اللي داخل لما يكون حر يبقى بيعمل له ايه؟ كول. اكمل ستومك، استومك بتاعته كبيره، هيلب ايتو ايه بقى؟ ستور كوانتيتيز اوف ووتر، ستور كوانتيتيز اوف ووتر، يخزن كميه كبيره من الايه؟ من الميه. كامل ذا اي، شايفين فاكرين العيون بتاعته فيها ايه؟ ده اسمها ايه؟ اسمها ايه؟ سيليا. اسمها ايه؟ هاف ايه بقى؟ سيليا، سيليا اللي هي اهداب، تو بروتكت ات فروم ديرت اند داست، عشان تحميها من الديرت الاتربه والدست. A camel's eyes have cilia to protect it from dirt، القذرات يعني، and dust والأتربة. Camel's teeth، التيس الأسنان شايفينها عاملة ازاي؟ help to ايه؟ ها show food، show food اللي هي هضم الايه؟ الطعم. انا بحاول اربط لك الصورة مع الجملة عشان تفتكر، بس لو سمعت الشرح هتجاوب على الأسئلة دي بسهولة. هل فيه أسئلة تانية؟ في. The camel's leg، تفكرين الليجرين بتاع، شوف مالها long، هي ليه لونج كده؟ ها ار لونج. طب ليه بقى؟ تو كيب ات فروم ذا هيت اوف ذا ساند، عشان تحميه من حراره الايه؟ تو كيب ات فروم ذا هيت اوف ذا ساند. كامل زليج مالها برضو رجله، ها فيها ايه ده فاكرين دوت اللي هي ايه؟ هاف وايد سليبرز اللي هو الخف عريض، خف الجمل عريض. ليه بقى بيعمل ايه كده؟ ها سو ات دازنت فيل هوت، حتى لا يشعر بالايه؟ بالحر. ذا كامل سكن، الجلد بتاعه فاكرين كان ايه الجلد؟ ها السك، سميك. وبعدين ليه؟ بروتكتنج ات فروم هيت اند انسكتس، بيحميه من هيت الحراره ومن انسكتس الحشرات. كاملز لبس اللي هي الشفاه بتاعته شايفينها عامله ازاي؟ مالها شبد، تشبد اللي هي مشقوقه من النص كده اهو. ليه بقى؟ تو ايت زسل، زسل اللي هي الاشواك، تو ايت زسل. كامل دازنت، هو دازنت ايه فاكرين؟ ماله؟ سويت
سويت يعني ايه؟ لا يعرق، ما بيعرقش. كاملز هير الشعر بتاعه ماله؟ بروتكت ات فروم هيت وانسكتس. الشعر بتاع الجمل بيحميه من هيت اند انسكتس، لان الشعر ده بيكون موجود على الايه؟ على السكن. اتمنى تكون الاسئله سهله وواضحه وبسيطه، ولو في استفسار معاكوا الواتس ممكن تبعتوا لي رسائل عليه.